وإلى تغطيات أحداث المنيا أقيمت بكنيسة الأمير تدرس الشطبي بمحافظة المنيا صلوات الجنازة على جثامين شهداء الحادث حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا وأسر الشهداء، فيما قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها وزيرة الصحة بزيارة مصابي الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتأكيد على اهتمام الحكومة بتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي. وقررت صرف تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 100,000 جنيه لأسر المتوفين ومعاملتهم معاملة الشهداء. كما أكد مصدر أمني بأنه تم تشكيل فرق بحث متخصص على أعلى مستوى لتقصي أثر الجناة فور وقوع الحادث الإرهابي الغاشم. سيادة العميد، يمكن استوقفني في الخبر هو معاملة الشهداء، معاملة شهداء الوطن بصرف كل مستحقاتهم المادية وأيضا المعنوية بزيارة كافة بزيارة الوزراء والمسؤولين لهم، حضرتك قرأتها ازاي؟ هم يعني ربنا يرحمهم طبعا، يعني انا طبعا من بدايه الحادثه وانا موجود في الاعلام واعزيت كل يعني الشعب المصري، وبنكرر الحقيقه تعازينا مواساتنا للشعب المصري بالكامل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تودروس، وكل الاشقاء في الوطن، هم شهداء بحق، لان صحيح. من قتلهم لا يستهدفهم بصفه شخصيه، يعني هو ما يعرفهمش، هو بيستهدفهم بانهم درع للوطن، هو كان بيستهدف الوطن من خلالهم، فبالتالي علينا جميعا يعني ان نتعامل معهم. وانا بشكر الدوله الحقيقه والقياده السياسيه انهم شهداء الحقيقه في حادث اجرامي، واحنا الحقيقه كمصريين بلد الشهداء على مدى 7000 سنه هم شهداء سالحقوا بشهداء الوطن. حضرتك شايف انه له دلاله، التوقيت له دلاله في منتدى الشباب بشرم الشيخ، هناك كما ذكرت يد تبني والاخرى يد الارهاب الغاشم تدمر جزء من اجزاء الوطن، دلاله التوقيت ايه؟ الدلالة بتقول ان الموضوع اكبر من حادث ارهاب يقف وراء مجموعة من المغيبين، يعني من يقف وراءهم هو يعلم ماذا يريد ومتى يفعل، مش فكرة حتى تنظيم ارهابي، لا ده فكرة ربما دول منظمات كبرى. صحيح. طبعا انا مصر على ان اضع جماعة الاخوان المسلمين كطرف محلي هو المسؤول، سواء كان يعلن داعش او غير داعش، أنها مسؤولة مسؤولية كاملة. ولو شفنا الدول اللي بترعى جماعة الإخوان المسلمين، الدول اللي بتوفر ملاذات آمنة لجماعة الإخوان المسلمين، الدول اللي بتوفر منابر إعلامية سواء في تركيا أو في قطر، وده مش سر يعني، عشان الناس بيقولوا أنت بتتكلم بدون تحقيق، في منابر بتبث السموم والكراهية وكره الآخر، ده مش محتاج يعني موجودين. والمال الأسود اللي بيضخ هو ده الاساس، ان اولا كان في رحله ناجحه جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في المانيا والقمه الالمانيه الافريقيه وتصدر الرئيس للمشهد ودعوته للمؤتمر ميونخ للامن، ثم المؤتمر الدولي اللي هو يعني حدث كبير ان تاتي يعني في ليله الفعاليات وان تعلن داعش مسؤوليتها فورا، مع العلم انا كباحث في موضوع الارهاب ده، داعش بتستنى ربما الايام واحيانا لا تعلم مسؤوليتها اصلا. صحيح. عشان تقول للعالم، تستفيد من الزخم الاعلامي الموجود في مصر وكالات الانباء، العالم ينظر على مصر، فبدل من ان ينقل الاخبار الايجابيه ينقل من بينها اخبار سلبيه. لكن هذا الحادث لم يؤثر على فعاليات المؤتمر، على حضور المؤتمر، على التغطيه، ودي بطبيعه الحال طبيعه المصري، طبيعه، وبرضه للناس بتقول المؤتمر هذا حدث سياسي، السياسه لا تتوقف، لان السياسه هو جزء، يعني السياسه هي الحرب ولكن بوسائل اخرى.